ذكرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية أن مركبة الفضاء الروسية لونا 25 تحطمت على سطح القمر بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة. أضافت الوكالة أن الاتصال بالمركبة انقطع نتيجة اصطدامها بسطح القمر، ولم تحاول روسيا القيام برحلة إلى القمر منذ مهمة لونا 24 في عام 1976. وكان من المفترض أن تهبط لونا 25 على القطب الجنوبي للقمر في 21 أغسطس وفقا للمسؤولين في وكالة الفضاء الروسية.